سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الإذكار. عملية الإذكار، قم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المساعدة، ثم نقوم بالضغط هنا على مساعدة بشأن الخصوصيات والأمان، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة عملية الإذكار. سوف نقوم بانتظار قليلا، سوف يظهرنا على هذا الشكل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.